البعض قال أن ربما يتم الضغط على الاقتصاد من الجانب السياسي، يعني فكرة وضع سقف حد للبترول أو الغاز الروسي ربما سيكون الخليج العربي هو على يعني على القائمة ثانيا بعد روسيا في فرض حد بسبب وجود أزمة. هل من الممكن يصل الأمر هذا؟ ويوجد كثير من محللي الاقتصاديين الخليجيين يعني أقروا بذلك أو افترضوا أن ربما يحدث ذلك. أعتقد هذا في حال حصوله هو يعتبر غباء من الأوروبيين، لأن اليوم عندما تحارب كافة الأطراف من الموارد الطاقة أنت ستعرض نفسك لخطر إدارة المخاطر. يعني اليوم عندما يكون لديك مخاطر مع أقرب شريك وحليف كان من مصادر الطاقة هو روسيا، واليوم أنت تبدأ بفتح علاقات أخرى مع الجزائر والمغرب وأيضا قطر وغيرها من مصدرين الطاقة، وتبدأ بالعبث ببعض الأسعار التي لا تتناسب طردا مع المصدر، ستكون هناك أزمة وسيكون هناك اتفاق دولي على إضعافك أنت. يعني هذا لا يتناسب أعتقد مع ذكاء الاتحاد الأوروبي في التعامل الدولي في ملف مصادر.